عمي يحيى، لقد أخبرني أبي أنك خير من يحكي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تعرف الكثير عن سيرته. نعم يا أنس، لدي الكثير من القصص عن حياة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أرجوك عمي يحيى، احكي لنا كيف نزل الوحي على الرسول الكريم، أرجوك. ماذا أحدثكم عنه يا صغاري؟ وماذا عساني أقول؟ عمي يحيى، أخبرنا بكل شيء تعرفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أرجوك يا عمي، نريد أن نعرف كل شيء، كل شيء. قل لنا القصة منذ ولد محمد صلى الله عليه وسلم. لكنني أريد أن أعرف كيف نزل عليه الوحي. حسناً يا أنس، سأقص عليكم كيف نزل الوحي على رسولنا الكريم، لكن دعوني أبدأ معكم من مولده وطفولته لتعرفوا كيف كانت حياته منذ البداية. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من عام الفيل، والهدوء يسود مكة بعد احتفال أهلها بالنصر على جيش أبرهة. شعرت آمنة بنت وهب بفرح يغمر قلبها وراحت تتطلع إلى السماء، وقد تذكرت الرؤية التي رأتها قبل أيام. كانت تقوم وحيدة في الصحراء، وفجأة خرج منها نور عظيم ملأ السماء وأضاء ما بين المشرق والمغرب. دمعت عيناها وهي تنظر إلى رضيعها الذي مرت شهور حملها به دون معاناة. أهن يا زوجي يا عبد الله، إلى متى سأظل أناجيك كل ليلة؟ لماذا رحلت عني ولم يمر على زواجنا شهران؟ ها قد وضعت طفلنا يتيما لن يرى أباه. لا بأس يا زوجي، لا بأس، اطمئن، فأنا لم أشعر بأي من آلام الوضع التي تتحدث عنها النساء. انظر إليه ما أجمله، وما أجمل وجهه الذي يملأه النور. أتدري يا عبد الله، أشعر أن هذا الطفل سيكون له شأن، وأنه ليس كغيره من الأطفال. وأرسلت آمنة البشارة إلى جد الرسول صلى الله عليه وسلم. وبينما كان عبد المطلب عند الكعبة في نفر من سادات قريش، جاءه الخبر فغمره الفرح، فمحمد هو ابنه عبد الله أحب أولاده إليه. ماذا ستسميه يا عبد المطلب؟ ها هنا تذكر عبد المطلب الهاتف الذي زاره في نومه، فكر قليلا ثم كرر ما سمع: محمد. سأسميه محمد. ولم لا تسميه بأسماء آبائنا وأجدادنا؟ محمد ليحمده من في الأرض ومن في السماء. أستأذنكم الآن أيها الرجال، سأطوف بالكعبة الآن شكرا لله وحمدا له.